وسط استمرار الانقسامات في ليبيا لا سيما بين حكومتين، جاء المقال الذي نسبته صحيفة التايمز البريطانية إلى رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا ليزيد البلبلة إلى الساحة الليبية، إلا أن باشاغا اتهم الصحيفة بالكذب ونفى ما ورد في المقال المنسوب إليه الذي جاء تحت عنوان ليبيا تريد الوقوف مع بريطانيا ضد روسيا. نبحث في الموضوع مع ضيفي من بنغازي نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة. أهلا وسهلا بك إلى النافذة المغاربية في سكاي نيوز عربية. هل اتضحت أولا الصورة قبل أن ندخل في حيثيات المقال وما جاء به، هل اتضحت الصورة في يعني أنه هل هذا فعلا المقال كتبه سيد باشاغا؟ إذا كان كتبه لماذا ينفي أنه كتبه؟ إذا كان لديه رسالة إلى بريطانيا يريد أن يوجهها لكن لا يريد أحد أن يعلم، هل تم تسريب المقال مثلا؟ هل اتضحت يعني الصورة حتى الآن؟ في البداية مساء الخير أخي الكريم والمشاهدين الكرام وشكرا على استضافة. الحقيقة يعني الرأي العام يعني في حول هذه المسألة يعني يميل إلى أن هذا هو يعني مقال حقيقي، أخذا بأن جريدة التايمز هي جريدة رصينة وليست يعني معروفة بنشر آراء أو مقالات كاذبة. وأعتقد أن المقال يتحدث عن الكثير من الأمور، يعني يتحدث عن الشراكة الاستراتيجية في المجالات مختلفة، منها المجالات الأمنية ومجالات استخباراتية ومجالات التجارية. يعني مقال مطول، ولا أعتقد أن مثل هذه المقالة تكون منتحلة أو مدسوسة على شخص ما. وأعتقد أن الرأي العام يذهب إلى التصديق ما جاء في هذه، لكن من غير المتوقع أن يكون هو قد أرسلها إلى التايمز لتنشر. يبدو أن التايمز يعني حصلت عليها من مكان ما، ربما كانت مرسلة إلى سفير إلى مسؤول بريطاني وكشفت، لأنه لا يعقل أن يكون هو نشرها ثم يعني ينفي ذلك. نعم، هو هذا لا يغير، هذا لا يغير من الأمر، لكن طالما نشرت ومنسوبة إلى شخص يعني هو يعني يحمل صفة رئيس وزراء، فكان النفي لا يأتي عن طريق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وإنما يأتي في بيان واضح يصدر عن الحكومة، يعني عن أو عن رئيس الحكومة، لأن هذا الأمر لا يمس هو شخصيا ولا إنما يمس الحكومة الليبية أو حكومة البرلمان، دعنا نقول الحكومة التي لم تتولى مقاليد الأمور والسلطة في البلاد حتى الآن، ولا أظن أنها ستفعل يعني في القريب المنظور. وبالتالي لا يكتفى فقط بأنه ينفي أنه أرسل المقابلة أو المقالة أو الرأي أو سميه ما شئت إلى هذه الصحيفة، ولكن صحيفة التايمز لا أعتقد أن هي تنشر يعني كلاما يعني خاطئا أو كلاما لم يقله صاحبه، لا أعتقد أن ذلك. طب أما برأيك هذه مسألة أخرى لا تغير. طيب خلينا ندخل في مسألة أخرى، وهي أنه لماذا برأيك يكتب أو يذيع السيد باشاغا هذه المواقف التي هي عكس مواقفه السابقة؟ يعني هو تنصل من حلفائه، انتقال إلى التعامل مع بريطانيا التي تدعم يعني منافسه إذا جاز التعبير، يعني رئيس الوزراء الآخر الدبيبة. ما الذي يستفيده، ما الذي يريده من هكذا مقال؟ أنا أعتقد أن كلا الرجلين يعني سواء حكومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أو رئيس ما سميت بحكومة الاستقرار يسعى للدعم الخارجي والدولي، هم لا يعولوا على الدعم المحلي، لأن كلا الحكومتين لا تحظى بأي دعم يعني داخلي إذا استثنينا أطراف النزاع المعنية والتي أتت بهذه الحكومة، ولكن على المستوى الداخلي لا أحد يحظى بالدعم ولا بالتالي بالشرعية. لماذا؟ لأن الناس عبروا عن إرادتهم الحقيقية، أكثر من 2 مليون ونصف مليون ناخب ذهبوا استلموا بطاقات ذاهبين إلى الانتخابات، ولكن أجهضت هذه، وبالتالي لم يعد أحد يصدق أي من هذه التحالفات التي تنتج لنا هذه الحكومات البائسة. هذه مسألة. كلا الرجلين يسعى إلى حشد الدعم الدولي، ورأينا كيف
حكومة الوحدة الوطنية صارعت إلى الوقوف إلى جانب الأوروبيين ضد روسيا وفي حربها مع أوكرانيا، وكان يجب أن تنأى الحكومة الليبية بنفسها عن هذا الخضم وهذا الصراع الكبار الذي لا ناق لنا فيه ولا جمل، بل بالعكس يعني تنالنا أثاره السلبية. أيضا هذه الحكومة هي تسعى لحشد الدعم الدولي، استرضاء المجتمع الدولي سواء كان بريطانيا أو أمريكا، ورأينا في الكثير من التصريحات المتناقضة. الرجل عجز طيلة 3 أشهر عن أن يستلم مقاليد الأمور في البلد أو أن يدخل إلى العاصمة حيث الوزارات وحيث المؤسسات التي يفترض أن تديرها حكومته، هو عجز، وبالتالي باتت بيانات وتصريحات وأقوال أنا أعتبرها إلى حد كبير هي من باب يعني التنافس ما بين هذه الحكومة وتلك في يعني استرضاء المجتمع الدولي. وحد المجتمع الدولي يتعامل مع كلا الحكومتين بمنظار أن هذه أطراف صراع، وسنستمر في هذه. اسمح لي هنا أستاذ عبد الحفيظ، يعني هل بشاغة نظر إلى موازين القوى الخارجية وجد أن روسيا الآن أصبحت منشغلة في الصراع، في صراع، وأن بريطانيا ربما أصبح لها يعني نفوذ أكبر في على الساحة الليبية بسبب انشغال روسيا، فأراد أن يعني يحرم الدبيبة من الانفراد بالدعم البريطاني، فيعني أرسل مثل هذا الخطاب ليقول للبريطانيين أنه أنا أيضا يمكن أن أعمل معكم وأن يعني يكون أحصل على دعمكم. هل هذا هو يعني ملخص برأيك ما أراده بشاغة؟ أنا أذهب إلى ذلك، وقلت لك إن المسألة تأتي في إطار التنافس على الحصول على التأييد وعلى الدعم وحشد هذا الدعم لمصلحة هذه الحكومة أو تلك. الموقف البريطاني من الحرب في أوكرانيا معروف، بريطانيا باتت تقود الـ يعني الرأي الأوروبي في اتجاه دعم أوكرانيا عسكريا والوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا، هذا موقف كان للأسف حكومة الوحدة الوطنية اتخذت موقفا يعني داعما لهذا التوجه وصوتت لصالح الأوروبيين ضد روسيا، والآن يعني حكومة الاستقرار. لا أحد يعني يريد أن تدخل ليبيا في خضم هذا الصراع، ولكن كما قلت لك يعني أنت لما تسأل الرأي العام وما يعبر عنه أبناء الشعب الليبي، لا أحد يؤيد لا هذه الحكومة ولا تلك، لأن لا نرجو خير لا من هذه الحكومة ولا تلك. تلك حكومة فاشلة وعاجزة، من تتولى مقاليد الحكومة طيب. الآن واللي سميت حكومة الوحدة الوطنية فاشلة بكل المعايير، وهذه الحكومة أيضا بطريقة تشكيلها وبالمحاصصة وبالترضيات هي حكومة فاشلة ولا تحتوي على أي قدرات ولا أي كفاءات، ولن تستطيع أن تنقذ البلد حتى لو استلمت السلطة. وبالتالي هم يدعموا يعني يسعوا في إطار الصراع على السلطة إلى الحصول على الدعم الدولي. أنا أضع كل ما يجري في هذا الإطار بصراحة. طيب صحيح، لكن وقلت أنه الشعب يعني أظهر إرادة قوية بأنه يطالب بالانتخابات. نعم. هذا واضح، لكن برأيك لو عدنا طبعا. إلى يعني نحن طبعا. نحاول أن نقيم يعني موازين القوى الآن، هل السيد بشاغة فقد كل شيء؟ نعم. بعد هذا الخطاب يعني هنا، لأنه الانتقادات انصبت عليه بشكل قوي من حلفائه في الداخل والخارج يعني طبعا. المعروفين خصوصا موسكو. نعم. خصوصا نعم. موضوع فيجنا. هل خسر حلفائه التقليديين ولم ينجح في استمالة بريطانيا، وبالتالي نستطيع أن نقول أنه كانت خطوة غير محسوبة سيفقد على إثرها كل شيء؟ وهو فقد فعلا يعني السيد فتحي بشاغة للأسف الشديد في كل يوم يعني وفي كل تصريح وفي كل ظهور يفقد الـ 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 يعني الرأي العام، حتى من كان يعني يعول على السيد فتحي بشاغة للعب دور يعني جوهري ومهم في انتخابات القادمة وكان يحظى يعني إلى حد كبير بشعبية، الآن للأسف الشديد بدخوله في هذه المتاهة ما تسمى بحكومة الاستقرار يعني فقد الكثير، والآن بهذا التصريح هو يفقد كل شيء. أنا أقول ذلك بصراحة، لأن الاستقواء يعني بالأجنبي على هذا النحو والاستجاء على هذا النحو هذا لن يعني يفيده في شيء، لأن الأساس أنك أنت تكون مع إرادة أبناء شعبك وتحظى على الدعم وعلى الشرعية من الداخل، ولا أي خطوة يعني اتخذتها هذه الحكومة من أجل هذه الغاية، وبالتالي لن يجديه نفعا يعني لا الموقف البريطاني المعروف من الأزمة الليبية وإحدى أسباب يعني استفحال الأزمة واستحصاء الحل كانت المواقف المتضاربة الأوروبية، وهذه مسألة باتت معروفة لأن الأوروبيين تقاذفوا الملف الليبي على مدى أعوام وأعوام دون أي نتيجة.
وبالتالي أعتقد أن يعني الرجل هو فعلا يعني يخسر في كل يوم ما له من رصيد, وفي كل يعني طيب. شهر يمر الآن يعني مرت 3 أشهر كاملة يعني منذ يعني أدائه اليمين أمام مجلس النواب وفشل طيب. في أن يتولى السلطة فعليا. فيعني هو طيب اسمح لي أستاذ عبد الحفيظ أسألك, منذ يعني اليوم الأول من أزمة الحكومتين, يعني إقالة حكومة السيد الدبيبة ويعني تعيين حكومة جديدة برئاسة باشغا, الموقف البريطاني كان سباقا وواضحا وصريحا لدرجة أنه البرلمان انتقده يعني على اختياره الوقوف إلى جانب الدبيبة منذ البداية. بعد ذلك شفنا الدول يعني بين هذا وتلك, شفنا الجزائر حسمت أمرها أيضا مع الدبيبة, شفنا غيرها من على ماذا برأيك؟ يعني هنا واضح أنه القوة الأكبر لبريطانيا من الدول. ثانيا على ماذا يتم الرهان؟ لأنه حتى ستيفاني ويليامز يعني كان لها موقف متردد بين الطرفين. كيف برأيك ما هي المصلحة البريطانية, ما هي الخطة أو السياسة البريطانية التي فضلت أحدهما على الآخر وهي تستطيع أن تستميل كل حتى القوى الداخلية والخارجية لفرض رأيها؟ أخي الكريم, نحن قلنا يعني قلنا أن القفزة التي قفزها مجلس النواب لن تقود إلى حل الأزمة على الإطلاق, بل ستزيد الأزمة. أنا قلت ذلك من قبل أن تؤدي حكومته اليمين, مجرد ما فكروا في تعيين رئيس وزراء قلنا ذلك. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي لا يمكن ولا البعثة ولا الأمم المتحدة تتخلى عن الحكومة التي أنتجتها هذه الحكومة. هذه حكومة المجتمع الدولي, حكومة دبيبة والطريقة التي أتت بها حكومة دبيبة والإشكاليات التي صاحبتها وغض عنها النظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة وفرضوا هذه الحكومة لن يتخلوا عنها. وقلت بأن الحكومة السابقة التي حددوا لها, هم من حدد لها إطار زمني لا يتعدى العامين في أحسن الأحوال, هي عام واحد عامين, ظلت 5 أعوام بإرادة المجتمع الدولي, ليس بإرادة الاتفاق السياسي ولا بإرادة الليبيين. كذلك الأمر بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية ستستمر إلى ما يشاء لها المجتمع الدولي أن تستمر حتى تحقق كل المصالح التي يهدف إليها. ونحن الآن وقعنا في إشكالية كبرى وانسداد مستحصي. لماذا؟ لأن كلا الحكومتين تسعى إلى نيل رضا المجتمع الدولي على حساب المصالح الليبية. ما هي مصلحة ليبيا بأن نصوت أنا مع روسيا أو مع أوكرانيا؟ لا مصلحة لنا في هذه الحرب. حتى الدول التي لها علاقات استراتيجية ولها صداقات يعني قديمة مع هذه الدول نأت بنفسها وامتنعت عن التصويت, ويعني وهناك من لم يحضر الجلسة إطلاقا, بينما نحن دفعنا وذهبنا. لماذا؟ لأن حتى ترضى عنا بريطانيا وحتى ترضى عنا يرضى عنا الأوروبيين وحتى يدعموا وجودنا حكومة. هذه المسألة باتت تنال من السيادة الليبية بشكل واضح وفاضح للأسف الشديد, ولا نريد لهذا الأمر يستمر. ولكن الإرادة الدولية ستظل داعمة لحكومة الوحدة الوطنية بالرغم من فشلها في خارطة الطريق التي وضعوها هم وضعوا لها خارطة طريق وخرجت عنها ولم تعمل شيء, وبالرغم من ذلك تستمر بإرادة هذه الدولة. حفيظ, سؤال ربما يكون أخير, يعني هنا ما الخطة البريطانية برأيك كما تقرأها لليبيا؟ يعني تدعم حكومة الدبيبة الوحدة الوطنية هنا, وسيد الدبيبة يقول أنه يريد العمل على يعني إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن, يعني ليس مثل السيد باشاغا الذي كان يريد فترة انتقالية لسنة أو سنتين. هل هذا مؤشر إيجابي؟ هل هذا شيء فعلا تستطيع أن تقول أن بريطانيا تدعم فعلا الذهاب للانتخابات؟ لا 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 أعتقد ذلك على الإطلاق. وأعتقد أن الدور الأبرز في الأزمة الليبية منذ يعني دعنا نقول منذ العام 2020 كان الدور الأمريكي هو الأبرز, والسفير الأمريكي والتحرك الأمريكي الذي قاد إلى إحياء العملية السياسية والمسار الأمني وباقي المسارات المتعلقة بالسور هي تحركات أمريكية كانت بالدرجة الأولى, يعني باعتبار أن هذه منطقة نفوذ الأمريكان يعتبرها منطقة, وخصوصا بعد دخول الروس على خط الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا كان الدور الأمريكي بارز, وهو الذي يعني قاد إلى المسار الأمني ووقف إطلاق النار والقصص معروفة يعني في هذا الجانب. الدور البريطاني لم يكن واضح على الإطلاق ويتماهى دائما مع الدور الأمريكي. تصريح بريطانيا حول حكومة الوحدة الوطنية بأن هي هذه الحكومة الشرعية, هذا لسان حال كل المجتمع الدولي أخي, كان ليس الموقف بريطاني فقط, حتى البعثة الأممية لم تؤيد على الإطلاق خطوة البرلمان في تشكيل حكومة, و
بل بالعكس تتعامل معها كحكومة موازية. الآن كل المجتمع الدولي يتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، بالرغم من حكومة الوطنية لم تحقق شيء، بل على العكس هي التي ساهمت في إجهاض الحل السياسي للأزمة الليبية وأجهضت الانتخابات في ليبيا، والخطة الأممية أجهضت بهذا التصرف من قبل التي أتوا بها وهي تستمر. وبالتالي أنا أقول بأن الانسداد الراهن يعني سيستمر إلى أن تجد لنا الأمم المتحدة عبر هذه الدول مجتمعة الحل الذي ممكن أن يتم العمل عليه فيه. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بنغازي نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبد الحفيظ غوقة.